زمان قالوا في الأمثال مفيش دخان من غير نار، بس ده مش دايماً بتكون الحقيقة. أوقات كتير بيكون الدخان وهم أو مقصود بيه تعتيم الرؤية عشان تعمى العيون عن الحقيقة. كان بيترجاني اسمعه واديله فرصة يوضح لي الحقيقة، بس أنا من الصدمة وأنا شايفة أختي في حضن حبيبي ما كنتش قادرة استوعب أي كلام. إحساس بشع ومميت ويشل عن التفكير. مسك إيدي وقال لي والله مظلوم صدقيني، عمري ما حبيت ولا أحب غيرك، بس أنا كان ردي الوحيد إن رفعت إيدي وبكل الوجع اللي جوايا والمرارة اللي حسيتها ونزلتها على وشه. كنت فاكرة وقتها إني بكده شفيت غليلي وانتقمت لكرامتي وأخدت حق أختي اللي في مقام بنتي وحتة مني، بعد ما ضحك عليها وحش أدبي أو شيطان متجسد في صورة ملاك. بس اللي حصل بعد كده كان فوق كل توقعاتي. أنا سيلة 25 سنة، عايشة مع بابا بعد ما ماما ماتت بالمرض الخبيث اللي خطفها من وسطنا من أكتر من 15 سنة وسابتنا قطط مغمضة. كانت حياة أختي عندها 3 سنين وأنا كان عندي 10 سنين. بابا كان حزين جدا عليها، قربت منه وبراءة الأطفال مسحت دموعه وقلت له أنت بتعيط ليه؟ مش أنت قلت إن ماما عند ربنا وإنها في الجنة والمفروض نفرح إنها في مكان أحسن من المستشفى اللي كانت بتتعذب فيها؟ بابا أخدني في حضنه وهو بيمسح دموعي وقال لي أنا عارف إنك لسه صغيرة وإن القدر اختارك تكوني أخت وأم في سنك ده وتشيلي المسؤولية، بس أنا عمري ما هقبل أدخل عليكم ست غير مامتك ولا هسمح لأي ست تاخد مكانها في قلبي ولا في بيتها. طبطبت عليه بكفي الصغير وحضنته جامد لأنه علمني في السن ده معنى الحب والإخلاص، وإن قدر يختار إن أتحرم من أمي لا كمان أقوم بدور الأم البديلة لأختي حياة. وفعلا اهتميت بحياة وكانت كل ما بتكبر بتكبر معاها فرحتي بيها. اتنزلت عشانها عن راحتي وطموحي وأحلامي، رفضت أدخل الكلية اللي كان نفسي فيها عشان أقدر عليها أكتر وقت ممكن وأخد بالي من دراستها. بعترف إني أفرطت في دلعها، كانت لما بتغلط بداري عليها، كنت فاكرة إني بكده بحميها، معرفش إني بكده كنت بدمرها. طلعتها إنسانة ما تعرفش غير تاخد وبس. وبابا كان دايماً بيعترض على أسلوبي معاها، كان بيقولي ما ينفعش كده يا سيلة، هي كبرت ولازم تعرف تشيل مسؤولية نفسها. طول ما هي عارفة إنك هتشيلي مكانها وهتداري عليها هتتمادى في الغلط يا بنتي. قلت له حياة مش كده، هي بس دماغها ناشفة شوية، اطمن وما تقلقش يا بابا، ده احنا تربيتك. ومرت الأيام، وفي يوم كنت راجع من شغلي وشفتها صدفة، ما كنتش مصدقة وقتها إن حياة معقول تكون بتعمل كده، بتكذب علينا وبتنزل تقول إنها رايحة المدرسة وهي بتقعد على الكافيهات مع شوية عيال مالهمش أهل ولا ليهم هدف في الحياة. وقتها وقفت قدامها بكل حزن وأسف وشدتها من إيديها جامد قدام أصحابها، وأنا بزعق لها طول الطريق وبلومها وأقولها هي دي آخرتها يا حياة، عايزة تضيعي نفسك وتدمري مستقبلك عشان الشلة دول اللي مالهمش هدف ولا لازمة؟ مش قلت إنك بعدتي عنهم بدل ما تقعدي تذاكري وتشوفي مستقبلك؟ دي الامتحانات على أبواب الحياة، سايبة مستقبلك وقاعدة بتشربي شيشة وبتدخني يا حياة، إحنا اتربينا على كده؟ أنت عارفة لو بابا عارف ممكن يعمل فيكي إيه؟ ولقيتها شدت دراعها مني بقوة غريبة وهي بتصرخ في وشي وبتقولي كفاية بقى كل شوية تهدديني ببابا، لعلمك أنا ما بخافش من حد، وروحي قولي اللي أنت عايزة تقوليه، وياريت تبطلي تعامليني على إني لسه طفلة وإنتي المسؤولة عني، وتبطلي تعيشي في دور الأم لأنه ما بقاش لايق عليكي، ومن هنا ورايح إنتي مالكيش دعوة بيا نهائي، أنا زيي زيك، إنتي مش أحسن مني في أي حاجة. كلامها صدمني، هو معقول حياة تقصدني أنا بالكلام ده؟ قلت لها بلوم أنا يا حياة إنتي بتقوليلي ليا أنا الكلام ده؟ قالت لي وهي ايديها في وسطها ايوه بقولك انت يا سيلة خلاص انا كبرت كفاية، وبقولها لك تاني يا ريت تنزلي من على المسرح شوية وبلاش دور الاخت المثالية اللي ما بتغلطش ابدا، وتبطلي تعيشي دور الوصية عليا، انا كبيرة كفاية ومش محتاجة حد يقولي صاحبي ده وما تصاحبيش ده.
ممكن تشغلي نفسك بنفسك شوية وتبعدي عني. وبابا دخل فجأة وكان سامع كلامها، زعق لها جامد وضربها بالقلم، قال لها حصلت انك تفضحينا، انت ما بقاش حد قادرك ولا ايه. حطيت ايدي على بقي من صدمتي واخدتها بسرعة ودخلتها اوضتها بعيد عن بابا اللي كان بدأ يتعب بسببها. ومن اليوم ده وفي حاجة انكسرت جوانا، وحياة بعدت عني نهائي، وللأسف سقطت في الامتحان. يومها بابا تعصب جامد وتعب ووقع مغمى عليه وجات له ذبحة صدرية، وفضل كتير في المستشفى لحد ما قدر يسترد صحته. بعدها بابا خاف علينا لو حصل له حاجة إنه يسيبنا في الدنيا لوحدنا، واتصل بعمي وقال له إنه عايز يرجع يعيش تاني ببيت العيلة. عمي رحب جدا وقال له يا ريت يا أخويا نلم الشمل من تاني. أنا كنت فرحانة جدا لأنه ده هيقرب المسافة بيني وبين ابن عمي أحمد، حب الطفولة والصبا. القلب ما حبش ولا تعلق بغيره، بس على الرغم من إني كنت حاسة إنه بيبادلني نفس مشاعري إلا إن مفيش حد فينا صارح التاني، والموضوع كله بيقف عند النظرات والمشاعر والأحاسيس اللي بينا. وحياة كانت رافضة تروح بيت العيلة وكانت متضايقة جدا لأنها هتبعد عن أصحابها، ده غير إن بابا حولها لمدرسة تانية وما كانتش حباها ولا حب أصحابها اللي فيها. واستقرينا ببيتنا القديم وحسينا بدفى الأسرة والعيلة. عمي ومراته وأحمد كانوا فرحانين بينا جدا، وأحمد كان بيذاكر الحياة. وفي يوم كنت قاعدة في الجنينة، أحمد قرب مني وقال لي عاوز أقولك كلام مهم يا سيلة، بصراحة كده من غير لف ولا دوران، أنا بحبك وعايزة أتجوزك، تقبلي بيا يا بنت عمي؟ ما كنتش عارفة أقوله إيه، هزيت راسي بمعنى آه. قال لي بفرحة هروح فورا أطلبك من عمي. قلت له استنى بس لما حياة تخلص امتحانات، مش عاوزة حاجة تعطلها يا أحمد. قال لي تأمر يا بنت الغالي. ومرت الامتحانات وفي آخر يوم حصلت حاجة ما كنتش عمري أصدقها. بابا كان بينادي عليا وهو في حالة مش طبيعية، خرجت وسألته مالك يا بابا فيك إيه؟ قال لي بص المصيبة اللي إحنا فيها. أخدت من إيده الموبايل ولقيت رسالة على الواتساب وصور من رقم غريب بيقول إني حياة بتقابل أحمد في شقتنا القديمة باستمرار، وصور لحياة وهي داخلة البيت وأحمد داخل بعدها. بابا كان بيزعق لعمي وهو بيقوله أنا جيت أعيش وسطكم عشان تحافظوا على بناتي وتحفظوا عرضي، مش أنتوا اللي تنهشوا فيه. عمي استغرب من كلام بابا، بس لما شاف الصور وقرى الرسائل نزلنا كلنا ورحنا على الشقة. وأول ما دخلنا شفت مشهد عمري ما نسيته في حياتي كلها، أحمد قاعد جنب حياة وهي نايمة شبه عريانة وهدومها متبهدلة. ما كنتش عارفة أصرخ فيه ولا عيط ولا أعمل إيه. بابا وعمي فضلوا يتخانقوا مع أحمد اللي مش فاهم حاجة، بس عينه ما فرقتش عنيا، وفاقت حياة لأول ما شافت هدومها متقطعة فضلت تصرخ وتقول أنت عملت إيه؟ أنت عملت إيه فيا؟ ليه عملت كده؟ أنا كنت هقول لهم على كل حاجة، حرام عليك، أنا حبيتك وأمنتك وقلت إنك ابن عمي وبتحبني، لكن طلعت ندل وجبان. أحمد زعق وقال لها أنت بتقولي إيه؟ أنت مجنونة ولا إيه؟ وبصلي وقال لي صدقيني يا سيلة دي كدابة، أنا معرفش هي بتتكلم عن إيه، أنا حد اتصل بيا وقال لي إن حياة تعبانة جدا وإنها هنا لوحدها. عمي قال له اخس عليك، بقى ابني اللي عمره ما ساب فرض صلاة يسلم نفسه للشيطان وينهش لحم بنت عمه بدل ما هو اللي يحافظ عليه. قال له والله يا بابا أنا ما عملتش حاجة. صرخت حياة وقالت كداب، انت عايز تسيبني بعد كل اللي عملته؟ احنا بنحب بعض يا عمي وبقالنا فترة بنتقابل هنا بعيد عن العيون، وهو أقنعني ان احنا نتقابل هنا لوحدنا لحد ما يكلمك، وانه هيطلب ايدي بعد الامتحانات عشان لما اتكلم مع سيلة قالت له لما تخلص امتحاناتها الاول. احمد هجم عليا بجنونه وهو بيقول والله العظيم ما حصل، دي كدابة ومجرمة تروح وتشوف غلطت مع مين وعايزة تلبسها لي. بابا قال له اخرس، هي وصلت بيك انك تشنع بسمعتها وتلوش شرف عمك عشان تداري جريمتك؟ اخس عليك، ما كنتش اعرف انك قليل الرباية وواطي بالشكل ده. عمي قال له
اعمل حسابك انك هتكتب كتابك عليها حالا يا جبان. يا خسارة عمري اللي ضيعته في تربيتي ليك عشان تكون ظهري. عليه العوض ومنه العوض. وعدت ساعات اطول من السنين والمأذون كتب الكتاب، وبعدها لقيت بابا ساكت والدموع في عينيه، اترميت في حضنه. كان نفسي حد يحس بوجعي. احمد قرب مننا والاول مره اشوف دموع هربانه من عينيه، وقال اسمعوا انتوا عملتوا اللي شفتوه صح، وانا ما اعترضتش، بس انا والله العظيم ما حصلش حاجه مني غلط، وما فقتش غير بعد الالم اللي نزل على وشه. كنت حاسه اني في كابوس ونفسي اصحى منه، بس احمد خد الالم وكتم وجعه جواه وقال لعمي ابنك مش مجرم ولا عمره هيكون، وقال لبابا ابن اخوك مش خاين، ولا عشت ولا كنت ان انا هشلحمك ولا خد في عرضك يا عمي. انا لو مش راجل وكنت خاين كنت سبتها وما كتبتش عليها، والاخر مره هقولها ويشهد عليا ربنا. وكانت عيني في عينه ولقيته بيقول انا مظلوم وبريء منها اليوم الدين. عمي قال له خلصنا بقى، هي بقت مراتك وخلاص، اتفضل خدها واطلع شقتك. وبابا صمم نرجع بيتنا القديم، وانا وافقته لانه كان صعب علي ان اشوف احمد حب عمري وهو مع واحده تانية، لا ده كمان مع اختي. ومرت الايام، وفي يوم صحيت وقلبي كان مقبوض معرفش ليه. اتوضيت وصليت، وفجأة موبايل رن برقم عمي، رديت عليه سمعته وهو بيقولي حياة عملت حادثة وإنها في المستشفى وعايزة تشوفنا ضروري. أخدت بابا وجرينا على المستشفى، وأول ما دخلنا الأوضة سمعت حياة بتكلم عمي وبتقوله سامحوني. دخلت بسرعة مسكت إيديها وقلت لها مالك يا حياة؟ إيه اللي حصلك؟ كانت بتعيط وبتقولي سامحيني. قلت لها اهدي يا حبيبتي هتبقي كويسه ان شاء الله، انا وبابا معاكي ومش هنسيبك ابدا. قالت لي انا اذيتك كتير وما قدرتش كل اللي عملتيه عشاني، كنت دايما حاسه بالغيره من حب بابا ليكي، وانك الوحيده اللي مش بتغلط وانا اللي على طول غلط ومتدلعه. كنت عايزه اثبت انك مش احسن مني في حاجه، كنت عايزه اوجعك. ولما سمعت احمد بيعترف لك بحبه نار الحقد قادت في قلبي منك، أحمد الوحيد اللي كنت بحس معاه بالحب يوم فجأة يضيع مني. طبعا ما انت العقلة وانا الطيشة، لازم ما يشوفش غيرك. وقتها جاتلي فكرة شيطانية ودبرت اللي حصل يومها، وعزة صاحبتي هي اللي اتصلت بأحمد وبلغته بمكاني واني تعبانة جدا، وقالت له الحقها ضروري ومفيش داعي اني اجيب سيره لحد عشان الشوشره، وصورته وهو طالع لي وبعتت الصور والرسائل لبابا. كان عندي امل ان احمد يحس بحب لي، بس للاسف اللي عملته خسرني حتى احترامه وتقديره ليا. سامحني يا احمد، سامحوني كلكم. ودي كانت اخر حاجه قالتها حياه، وسابت فينا وجع فراقها ووجع صدمتي فيها. هو معقول؟ هو معقول أختي تبقى بتكرهني لدرجة الأذية بالشكل ده؟ هو معقول الحب يقابله كره؟ ومرت سنة على وفاة حياة وفراقها لسه مأثر فينا ووجعنا كلنا. وفي يوم اتفاجئت بخبط على الباب، كان أحمد ومع عمي ومامته جايين يطلبوا إيدي، وبابا أخدني في حضنه وقال لي مبروك يا بنتي. ما كنتش عارفة أقول إيه وانا لسه شايفه في عيونه نظره عتاب ولوم. قربت منه وقلت له سامحني يا احمد، انا عارفه اني جرحتك ووجعتك، بس صدقني انا كنت مجروحه وموجوعه لدرجه اني ما شفتش الحقيقه. حط ايده على بقي ومنع الكلام وقال لي كفايانا وجع والم، انا سامحتك من زمان يا سيلة، حبك عندي يكفي اني اغفر لك اي ذنب. هو اتجوزنا انا واحمد، وبصراحة هو كان العوض اللي ربنا بعتهولي. وبعد سنة من جوازنا كان معايا بنتي حياة. أنا لحد هنا خلصت حكايتي، بس عايزة أقولكم خدوا بالكم من التدليل الزيادة لأولادكم، ده بيزرع فيهم الأنانية وحب النفس، وحب الذات ده صعب قوي.
لأنه بيخليهم عندهم على طول توكل وعدم مسؤولية. إياكم الإفراط في الحب والحنان من غير عقاب أو حساب، وإياكم الظن إن بعض الظن إثم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.